المناسبات عاشوراء كل سنه كنحطو هنا الفضل ديال سيدنا، وكنديروا الرخاص ديالنا، وكتعاون معنا السلطات والجماعه الحضاريه، كلشي الحمد لله كيتعاون معنا مناسبات عاشوراء. حنا هذا التنظيم، حنا في السلطه كنديروا امين، كنديروا رخاص كل سنه باش كنحطو، كنخلصوا الجماعه كنخلصوا الرخاص ديالنا. لما كانت ديما باش التنظيم كنديروا هذا المعارض كل سنه، كنحطو حنا في سوق صالحين، ودابا الحمد لله جينا لهذا سوق صالحين، جا فين المشروع ديال سيدنا وتحولنا لهذه الجهه هنا باش كنخدموا كل سنه. كيكون الامين كيكون امين، كيكونوا التجار متفقين، كيكون كلشي كيتنظم. لما كانش التجار متفقين وكانت افضل ديال السلطات والجماعه ما كيتنظم حتى حاجه. والتامين كتكون امن لسان، كدير رخصه وكتامن شغلك وكتجيب معريض، وكيكونوا التجار متفقين وكيديروا الجوده ديال السلعه. الحمد لله كلشي كيتنظم، ملي كيكون التجار ناضيين الحمد لله في التجاره ديالهم كلشي كيتنظم. ما انتش مزيان الحمد لله، خير وعلى خير الحمد لله. والعدل العواشر فرحانين بها الناس وكيقبلوها الناس الحمد لله، فرحانين بها. هذه مناسبة تاع عاشوراء كنديروها من العام للعام. هذه مناسبة مزيانة، والناس عادة هذه الناس اللي كيديروها كيتقدوا كل عام. الناس مواطنين اللي مولفين هذه العادة كلشي كيستافدوا، كل عام كيجيو كيتقدوا ضروري. وحنا كنديروها، حنا اللي ما درناش حنا كيبقى فينا الحال ضروري. ملي كنوصلنا هذا الوقت ديال مناسبة عاشوراء كنغامروا. على كل حال كنغامروا في هذه المناسبة على حسب، ما كنضمنوش الرباح وخطية. كنغامروا على كل النسب، الرسبية ديال الله. الثمن غادي مستمر شويه، اللوز اللي طالع شويه، اللوز والقرقاع. القرقاع الثمن ديالو هو هذاك، مناسبه من العام حتى العام هو هذا. والقرقاع واللوز زيد شويه هذا العام، اللوز ما في 80 درهم، هذا العام داير 120 درهم 110 درهم. الناس مازال غايجيو عندنا مزيان، الكليان غايجيو عندنا مزيان من الحد الاثنين للثلاث، هذه كيكونوا فيها كليان مزيان، كلشي بخير وعلى خير. هذا موسم حياة حنا مبليين به من الوالدين للوالدين، هادشي اللي كاين. ربحتي الضحك خسرتي الضحك. اللوز هذا رومي 2200، هذاك البلدي 2300، وعندنا التمر ديال الجزائر 60 درهم، عندنا هذا كاوكاو بالنوا 60 درهم، وعندنا هذا الزبيب 40 درهم، وهذا الزبيب الاخر البلدي 40 درهم. الكرموس هذا العام جا زوين 40 درهم، حمص 25 درهم، الحلوى هذه ديال مراكش 30 درهم، كاين هذا اللوز المقلي 2800، كاين كاوكاو 40 درهم. والخيرات مزيانه، كلشي زوين، كلشي بخير وعلى خير، ثمن مناسب. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.